الذهب الأبيض يعود من جديد. القطن استيقظت البشرية فوجدته. القطن هبة من المولى سبحانه وتعالى لعباده، بعثها في عمق التربة الخضراء فأنبتت البذرة وهجا أبيضا كالقمر في تمامه وكالنجوم المضيئة. وباكتمال دورات التاريخ أصبح القطن كالنخلة والزيتون، هو تاريخ الأرض وتاريخ الإنسان وتاريخ الحضارة. القطن حياة بأكملها، فالقطن عنده أهميات عظمى ومتعددة. يولد الكائن عاريا فيستره، القطن كالغيمة، يكبر الإنسان فيكبر القطن معه ملابس وحجابا وشهادة. تكبر مساحات الأرض قطنا فتكبر خلايا الأمة منعة وكرامة، فالقطن يبقى ما بقيت الأرض. السودان له سيرة وثيقة بهذا المحصول، ويمكن في شواهد عديدة وواضحة بالآثار المروية وفي المملكة النوبية. يمكن عام 1173 ميلادية وجدت الآثار القطن، ويمكن سنة 1170 وجدت بعض الآثار تتحدث عن صناعة الغزل والنسيج في حلفية الملوك. روى التاريخ أن للقطن في السودان حضورا وشواهد منذ العهود القديمة بميزاته النوعية والتفضيلية وتطابقه مع مستويات الفرز القياسية، فقد عثر على بقايا من المنسوجات البهية الألوان والصناعة داخل قلاع مملكة النوبة في آثار الحضارة المروية في النقع والمصورات، تعبر عن دقة استخدامهم للمنسوجات القطنية في كل مناحي دورة الحياة من الميلاد إلى الموت. ويشهد التاريخ أن القطن السوداني نسجت منه كسوة الكعبة الشريفة التي درج أمراء دارفور وعلى رأسهم السلطان علي دينار في إرسالها سنوياً إلى مكة المكرمة منذ القرن السادس في رحلة طويلة لتدل على عظمة الغزل والنسيج السوداني. ثم روى المؤرخون عن رواج صناعة الغزل والنسيج في منطقة حلفاية الملوك. استوطن القطن في السودان وأصبح محصولاً مألوفاً في دلتا توكر وكردفان ودارفور والنيل الأزرق، إلى أن توسع في بداية القرن العشرين ما بين النيل الأزرق والأبيض، ما يعرف بالجزيرة كمحصول اقتصادي أول من حيث الربحية القومية. فالقطن عنده أهميات عظمى ومتعددة، فالقطن الأهمية الاقتصادية وعنده الأهمية المجتمعية وعنده الأهمية الأمنية والصناعية. يعتبر السودان من الدول القلائل التي تسمح له ظروف البيئة والمناخ في إمكانية إنتاج كافة طبقات القطن الفائقة الطول مرورا بالأقطان المتوسطة ثم القصيرة ورفيعة المستوى على مستوى العالم. إحنا هنا في هيئة البحوث الزراعية وفي براج بحوث الغوط معمل أبحاث اللزوجة، اهتمامنا هنا في بالناحية النوعية للقطن، بنعنى بالناحية النوعية للقطن المواصفات النوعية له، بمعنى الطول بتاعه، النعومة بتاعته، والمتانة بتاعته. المسائل اللي في عالم اليوم يعني أصبحت لها أهمية كبيرة في التسويق وفي صناعة النسيج. تطورت خبرات السودان في أساليب إنتاج القطن بالمعلومات والتقانات الأساسية لتحسين المدى النوعي للأقطان ومدى تلبيتها لمتطلبات صناعة الغزل والنسيج، وذلك على مستوى الحقول البحثية
والتجريب المعملي المستمر وورش العمل والاتصال والتعاون مع الهيئات الدولية الاستشارية للقطن والمعهد الدولي للقطن والهيئة الدولية لتطوير القطن. المعمل هنا بيكتسب يعني سمعة طيبة عالمية، واحد من المعامل المتميزة في أفريقيا، وله اعتراف كبير وبيحتوي على أحدث الأجهزة. ورغم كل تلك الجهود، ظل إنتاج القطن في السودان يعاني من مشكلات أقعدته كثيراً، خاصة في العقود الأخيرة، مثل الضعف وتذبذب الإنتاجية وسوء الإعداد والعسلة. كافحة الآفات هي واحدة من أهم أفرع الإنتاج الزراعي، واللي بنفتكر أنها ترتكز عليها كل العملية الزراعية، وفي المحصلة أنها هي الإنتاجية. الإنسان عرف الآفات الزراعية من فترة طويلة جدا، لأنها بتسبب في نقل الأمراض وفي تلف المحاصيل والمحاصيل النقدية، وبالتالي يمكن تسبب الضرر في يعني كثير من الخسائر، ربما تصل لأكثر من 35% على حسب إحصائيات منظمة الزراعة والأغذية العالمية. خلصت الدراسات المعمقة والبحوث والمؤتمرات العلمية إلى أن التباين في الإنتاجية في السودان هو نتاج عدم دقة الالتزام بمجمل الحزم التقنية الموصى بها من البحوث الزراعية، ابتداء من اختبار الصنف وانتهاء بحصاد المحصول. وتتمثل هذه الحزم في التقاوى الجيدة، تحضير الأرض، مواقيت الزراعة المناسبة لكل صنف، الري خاصة الفترات الحرجة، المكافحة. لم يتدخل الإنسان على الإطلاق بمركبات كيميائية في حماية المحصول إلا في بداية الأربعينات أو في منتصف الأربعينات، لما زادت حشرة الجسد، وهي أول حشرة تسجل في محصول القطن. لأول مرة تم استخدام المبيدات الحشرية، وده كان في موسم 45-46، واكتفى المحصول بأخذ رشة واحدة لمكافحة هذه الآفة. إن من أهم العوامل السالبة التي أدت إلى عدم استدامة إنتاجية القطن تمثلت في الأمراض، وأهمها وأشهرها مرض الساق الأسود وتجعد الأوراق، إضافة إلى الآفات الحشرية. منتصف الستينات ارتفعت النتيجة زيادة الرقعة المزروعة، ونتيجة لتعدد المحاصيل المزروعة ظهرت آفات جديدة، وظهرت ذباب البيضاء لأول مرة، وبعد ذاك أصبح لابد من استخدام مبيد يقضي على حشرة الجسد وعلى حشرة الذباب الأبيض. تظل العلامة الفارقة في إنتاجية القطن في السودان باستنباط الصنف بركات التقليدي الذي أوفى بمتطلبات الجدوى المرغوبة من طول ونعومة ومتانة، مستوفياً لمتطلبات الغزل الحلقي، والذي من أسبقياته طول الشعرة وانتظامها ومتانتها. هذه البحوث الزراعية بدأت في بحوث القطن سنة 1903 من القرن الماضي، وكان الهدف الرئيس اللي هو استنباط الأصناف الملائمة وزاد الإنتاجية العالية والجودة العالية كذلك، وصناعة وإنتاج التغانات المعظمة للإنتاجية من مسافات ومن كمية بذور. مع التطور والتقدم والمنظور الاقتصادي، أصبحت هناك حاجة لاستنباط أصناف سريعة النضج وذات إنتاجية عالية، تزامنا مع تبدل أسبقيات مواصفات الشعرة بالنسبة لتكنولوجيا ماكينات الغزل ومقابلة مستجدات هذا التطور. لم يصبح طول الشعرة هو الأسبقية الأولى لهذه التكنولوجيا، بل أصبحت متانة الشعيرات والنعومة والانتظامية والخلو من الشوائب
من المتطلبات المرغوبة. تواصل التحسين الوراثي للقطن بمزيد من البحوث بإدخال أصناف متطورة كالأكال 42 ذي الإنتاجية العالية، والذي استنبط منه الصنف باراك 67 كصنف تجاري. ثم توالى التطور والتحسين الوراثي بإدخال صنف الأكال المحسن باراك 69 بأفضلية في الطول والنعومة، إلى أنه خرج من دائرة الإنتاج لقابليته الشديدة لمرض الساق الأسود، ثم دخل الصنف الجديد شمبادبا إلى دائرة الإنتاج بجهود الباحثين والعلماء السودانيين. وقد وجد هذا الصنف رواجاً عالمياً لميزاته النوعية من طول ومتانة ونعومة مقارنة بالأكالة. واجه الصنف الجديد انخفاضاً واضحاً في تصافي الحليج، مما أفرز مشاكل حليجية سببت خروجه من دائرة الإنتاج، مما أعاد صنف الأكالة التقليدية إلى دائرة الإنتاج التجاري. هنا في الحقل وبنتحدث عن التطور، تطور الأصناف، واللي هي يعني في الحقل الأمامي ده هو الصنف التقليدي عبدين، واللي هو صنف غير معدل وراثيا وغير محول وراثيا. فالصورة واضحة بأنه في إنتاج، في إنتاج، لكن طبعا الإنتاج مقارنة بالأصناف الجديدة أو المحورة وراثيا في اختلاف. فده المرحلة السابقة اللي احنا اتخطيناها في الموسم ده بزراعة الصنف المحور وراثيا. استمرت الجهود البحثية المضنية لاستنباط أصناف ذات متطلبات وإمكانات تلبي حاجة السوق، فكانت الثمرة الأصناف التي نسبت إلى العلماء: هادي صديق 33 ملي، عابدين 32 ملي، خير الله 29 ملي، حامد 28 ملي. إضافة إلى تأسيس المعامل الحديثة ليواكب الباحثون رصفاءهم في البلاد المتقدمة كمعمل التقانة الحديث ودعمه بأجهزة الاختبارات المتقدمة لتقليل الفترة الزمنية للانتخاب وسرعة إجازة الأصناف. وجود هذه الأجهزة المتقدمة يعني بتدفع الاقتصاد السوداني دفعة يعني كبيرة. ولكي يعود قطن السودان إلى وضعه التنافسي العالمي ولمد الأسواق المحلية والعالمية بإقطان جيدة خالية من الشوائب خالية من العسلة، اتجه علماؤنا السودانيون إلى استحداث تقانة حديثة عرفت بتقانة القطن المحور وراثيا. القطن المحور أداؤه في الغيط واضح للعيان، يعني حاليا أنا عندي يدي اليمين دي مليانة بلوز من قطن ما محور، ملاحظة يعني كل اللوز مضروب بالديدان وما قادر يفتح، وفي الشمال في اللوز من قطن محور، فلاحظ أن اللوز جميل واللوزة شايلة وفاقعة للنهاية وقطنها نظيف جدا. فده يمكن يكون المردود الأساسي للقطن المحور. القطن المحور وراثيا تقانة ظهرت في سبعينيات القرن العشرين لنقل الصفات الوراثية من كائن حي إلى كائن حي آخر للحصول على صفة أو صفات مرغوبة لا يمكن الحصول عليها بطريقة تقليدية. بدأنا نحن في تجارب القطن المحور في السودان في 2009، وكانت أول تجاربنا في مختبرنا ذا بمعمل التقانة والسلامة الحيوية، بحيث أننا جبنا المصدر من المركز الصيني وقمنا بإعداد التجارب الأولى لمعرفة ثبات الجين وتأثيره على الحشرات. القطن المحور وراثياً يهدف إلى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة. القطن المحور وراثياً يهدف إلى التحسين والمحافظة على النوعية.
القطن المحور وراثيا هو السائد الآن في الأسواق العالمية. إنتاجية عالية، كذلك لينت عالي لأنه نسبة تصافي الحليج فيه كبير. نتوقع يكون عنده إضافة كبيرة جدا، تم زراعته في العام دي في أكثر من 50,000 فدان، ونتوقع أنه يكون عنده إضافة كبيرة للاقتصاد القومي في تصدير القطن. من نجاحات القطن المحور وراثيا مقاومته للحشرات خصوصا الدودة، حيث تم عزل جينات من بكتيريا التربة التي تحتوي على بروتين سام مقاوم للحشرات، مما أدى إلى سيطرة عالية على دودة القطن. نحن كالعادة بنعتمد على الحشرات الموجودة خارج في الغيط، بنربيها هنا عندنا في المختبر، وبنشيل الطور الأول من الحشرات دي بعد ما تفقس من البيض، وبنضيف ليها بنربيها على القطن، على أوراق قطن محور وغير محور، وبالتالي نتأكد باختبارات معملية دقيقة مدى تأثير القطن المحور على ديدان اللوز المحلية. القطن المحور وراثيا هو مساهمة للتعاون البحثي بين هيئة البحوث الزراعية وجمهورية الصين بإجازة عبر لجنة إجازة الأصناف بوزارة الزراعة، وتصديق مجلس التقانة الحيوية والمواصفات النوعية لأصناف الأكالة السودانية متوسطة التيلة، مع تميز الصنف المعدل وراثيا بمعدل تصاف يقارب 40-42% مقارنة ب 35-37% بالنسبة للأكالة السودانية التقليدية. القطن المحور لما بدت فكرته كانت جين مورث، جين واحد، يعني جين واحد عشان يمكن النبات يدافع عن نفسه من ديدان اللوز. بعد ذاك جاء الجيل الثاني اللي هو مكون من جينين عشان يطولوا الحماية بتاعت المحصول، ولأنه الحشرة ممكن تعمل مقاومة للجين الواحد في فترة قصيرة جدا جدا، 3-4-5-6 سنة. لكن الجيل الثاني اللي هو فيه جينين عنده الفرصة أنه يقعد في القيط أكثر. للقطن المحور وراثيا إنتاجية عالية ومتميزة ستعيد تشغيل قطاع الغزل والنسيج، ليصبح هذا القطاع جزءا من دائرة الاقتصاد السوداني. ده طبعا لسه حاليا بعد الحصاد، واضح تماما أنه قطن مخدر وفيه ما زالت أوراق كثيرة وتصلح كعلف للحيوان. يعني أنا مع داير برضو أطمن أهلنا المزارعين بأنه القطن المحور برضو حيديهن مخلفات وكعلف لبهائمهم، يعني ما يفتكروا أنه ما في طلق، ما في رعاية بعد الحصاد. دي إضافة برضها كبيرة للإنتاج الحيواني. كذلك في الموقع ده داير أشير لحاجة مهمة جدا جدا، ظاهرة ظهرتين هنا نحن مزرعتنا دي قصادة في حقل في 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 أشجار، عشان كده في نحل. النحل هنا واضح تماما أنه بيزور القطن ده وبيشيل من رحيق الزهور بتاعته، فده دليل واضح بأنه هذا الرحيق بتاع هذا القطن سليم، لأن النحل معروف أنه ما ممكن يزور حاجة خبيثة أو حاجة ممكن تأذيه. القطن المحور وراثيا يساهم في دفع مصانع الزيوت لإنتاج نوعية متقدمة من الزيوت النقية. القطن المحور وراثيا في دورته الإنتاجية النهائية مستخرج جيد للأعلاف والأنباز، مما يجعل الاكتفاء ذاتيا شأنا ممكنا. ده المحور الولاد، لا بحت ولا بوسخ. ده بيعني أن القطن المحور ما هو كده من جيل أول وانتهينا، القطن المحور متواصل وحيتواصل إن شاء الله إلى ما لا نهاية. القطن ده ولاد ومبحت ومبوسخ. الذهب الأبيض يعود من جديد.